طب خلينا نرجع لكاس العالم بقى اللي انتوا خدتوا فيه البرونز، وكنتوا مع كابتن طارق محروس، والحقيقه كنا ممكن نوصل فاينل، خلي بالك يعني كانت الامور ماشيه. هو كان حصل في قبل النهائي كده دروب. كلمني عن البطوله دي، وكلمني عن المجموعه، وتاهلنا كان برده ما كانش سهل. طبعا احنا في اول في المجموعه بتاعتنا كانت معانا فرنسا، وكانت كوريا، وكان معانا سويد، وكان معانا استراليا. طبعا احنا دخلنا المجموعه دي، قابلنا استراليا، في السويد، في كوريا، في فرنسا. وبالتالي السويد وفرنسا كانوا اقوى فرقتين. طبعا احنا السويد كسبناهم بفرق 10. كابتن طارق، احنا كنا بنلعب السويد دي قبل ما ماتش ودي ماتش وديه كده قبل ما نروح كاس عالم. كسبونا كام؟ لا فرق 10، وكسبونا فرق 10، وفرق، وانتوا كسبتوهم في البطوله فرق 10. احنا بقى كابتن طارق احنا طلعنا من الاوضه كده، يعني طلعنا من اوضه الماتش اللي كان ودي. سلم علينا، قال لهم مبروك عليكم الماتش بتاع السويد في كاس عالم. بجد والله كنت طالع كده؟ لا لا لا، مبروك عليكم. لسه هتلعبهم في بطوله العالم؟ لسه هنلعبهم في بطوله العالم. خسرانين منهم 10. لسه خسرانين منهم، قال لهم مبروك على ماتش في كاس العالم. طب اقول لك على حاجه، كابتن طارق محروس ده جامد جدا. لا لأن, لا لان لان كان في زمان مدرب باسكت ما تعرفوش، كان اسمه كابتن دكتور عادل صبري. عادل صبري ده كان يحب الفرقه اللي هيلعبها في البطوله يخسر منها يتقطع قبليها. يعني ما يروحش لما يروح البطوله مثلا يعني الاهلي هيلعب مثلا فرقه في افريقيا باسكت، يلعبها ماتش ودي وياخد منها 20 بوند، يقول لك هكسبها في الماتش الرسمي. فكابتن طارق محروس فعلا كلامه صح وحصل. حصل طبعا، احنا من احلى ماتش لعبناها في حياتنا. هم عملوا نفس يعني هم نفس الخطط اللي بيعملوها هنا، حاولوا يجربوها في الرسمي ما عرفوش. احنا كنا مذاكرين كويس جدا، يعني احنا بنفكر بالظبط. طيب خلينا نرجع لبطوله العالم. السويد كسبنا فرق 10، وكان مباراه غير متوقعه، وكان كابتن طارق محروس الوحيد المتوقع. متوقعها طبعا قبليها زي ما قلت لحضرتك، احنا قلنا يعني احنا اول ما خلصنا الماتش قلنا مبروك علينا ماتش السويد ده، وفعلا رحنا نلعب الماتش. حفظه لنا بالظبط، ده هيعمل كذا، ده هيعمل كذا. كان ساعتها كابتن هاني فخراني معاه، هما الاثنين الصراحه يعني حاجه. حفظوكوا الفرقه؟ طبعا طبعا. طب يعني لعبنا كوريا بعد كده، وبعد كده تاني كان ماتش عادي. لعبنا كوريا، لعبنا في اخر ماتش كان فرنسا، كسبناها فرق 6. هو ده ماتش اللي خلينا ناخد سكه فرنسا في النهائي. صح كده، يعني احنا لما كسبنا فرنسا خدنا احنا سكتها. خدنا سكتها فعلا، انا فاكر صح. وكان فرنسا في ذهول طبعا. احنا لعبنا فرنسا برضو قبل البطوله، قبل بطوله العالم، وخسرنا منها برضو. كنا بنلعبها على ارضها، كنا ما لعبناش كتير، خسرنا حوالي 6-7، وربينا 6-7 في البطوله. بالظبط بالظبط، احنا راحوا شافوا مفاجاه. يعني احنا رحنا فاجئنا مصر كله، يعني العالم كله فاجئناهم كلهم، حتى بالمستوى. يعني بالمستوى، يعني الناس كانت منبهره. كابتن طارق كان كل يجي لنا يقول لنا انتوا مش متخيلين الناس بتتكلم عنكم ازاي. كنا جبنا تقرير لكابتن طارق عشان يتكلم، وجبناه باللغه الانجليزيه كمان. كان الناس اتكلموا، وتقارير دوليه كانت بتتكلم عنكم كويس جدا. قال لك مستقبل كره اليد في مصر. يقول لنا انتوا مش متخيلين الناس بتتكلم عنكم ازاي، انتوا ابهرتوا العالم كله، كملوا على كده، لسه قدامنا خطوه تاني، ولسه احنا لسه الخطوه اللي احنا جينا عشانها لسه ما اتعملتش. طب بقى بالسكه لغايه قبل النهائي، احنا قبل النهائي تاني فرنسا صح؟ تمام. وفرنسا راحت استدعت 15 واحد من الجهاز الفني، وانا شفت الماتش كان قاعد لكم بره جهاز فني، وفي جهاز فني ورا. كان في بنش لعيبه، وفي بنش تاني للمساعدين والجهاز الفني، وعامل لكم خطط وعامل لكم، ومع ذلك خسرنا بالعافيه. بالعافيه والله. يعني بس الحمد لله. يعني انا برضو سمعت التحكيم ما كانش متوفق ساعتها برضو، كانت الدنيا شويه يعني في كور مهمه، هم يعني الحاجات المهمه هم عرفوا يخلصوا عليه. طب وفي التالت والرابع طبعا، التالت والرابع لعبنا البرتغال. البرتغال دي دلوقتي فيها حوالي، يعني في البرتغال اللي في مصر دلوقتي فيها خمس لعيبه مثلا بيلعبوا. طب ما احنا عندنا مجموعه، احنا عندنا بالظبط سيف الدرع تقريبا، سيف الدرع، وعندنا دودو وحسن قداح، وعندنا من تاني محسن رمضان، وعندنا عبد الرحمن حميد، ومن تاني عندك خمس برضه لاعبين يعني ما شاء الله. تالت ورابع يعني، وان شاء الله كمان سنه او اتنين انتوا كلكم هتبقوا منتخب مصر الكبير خلاص. احنا يعني سنه الحياه بالظبط. احنا في ماتش البرتغال ده احنا كسبناهم فرق 10،
ماتش الميداليه كسبناهم فرق 10. محدش طبعا مصدق احنا يعني. كل كابتن طارق يعني الصراحه عمل حركه جميله جدا. اي حد ما يعني ما كانش مثلا بيشارك مثلا 100% كان بيخليه في المباراه دي بالذات شارك كل اللي في الملعب، كل اللي في المنتخب فعلا، لاعب كل في المنتخب ايه ده؟ كلهم يعني اول ما خلاص فاضل 10 دقايق والسكور فتح وكده، تعالى 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 طلع اللعيبه، نزل الناس اللي عشان يختموا ختام كويس جدا للبطوله. برافو عليك. اقول لك على حاجه، المدرب ده اللي يعمل كده مدرب ذكي. ليه؟ انت لو لاعب ما شاركتش بتبقى مهما كان روحك حلوه، بس بتيجي في وقت بتقعد على البنش كده بتتكبس، بتبقى مكبوس، مش روحك وحشه ولا حاجه، نفسك تشارك بالميداليه اللي انت هتاخدها دي بالظبط. لما شارك الكل كان التايم اوت الشهير بتاعه اللي اتكلم معاكم فيه وقال لكم يلا يا رجاله دقيقه نبقى على المنصه بالظبط، الميداليه ونبقى على المنصه وبتاع يعني. وكان بيتكلم بحرقه لدرجه انه دمع. انتوا حسيتوا وتفاعلتوا معاه نتيجه انه حسسكم ان انتوا اصحاب الفرح بالظبط، مش هو صح ولا انا غلطان؟ احنا نزلنا من الكوره دي يعني مش عايز اقول لحضرتك كل الملعب، هم كانوا طالعين علينا بريس، ف احنا ما كناش احنا فاكرين يعني اللي هم يلعبوا عادي ال 6-0 بتاعتهم اللي هم كانوا بيلعبوا بيها طول الماتش، لعبونا بريس. ما تعرفش حضرتك الكوره بقينا نباص لبعض، الكوره بقينا قدام الجون في ثانيه. ما طبعا تك تك الملعب اتفتح بالظبط ثانيه، حطينا الجون خلاص الفرحه طبعا كانت عارمه، كانت عارمه طبعا، وكلنا نزلنا جرينا. وكابتن طارق طبعا ما خلي بالك الفرحه دي في البطوله دي كانت فرحتين، البرونزيه وان انت خدت كاس احسن حارس مرمى في بطوله العالم.